مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتوني جدا. طبعا انا في الاول لازم اقول لكم ان احنا في امس الحاجه للتبرعات، وانا عارفه ان انا بقيت ممله، وعارفه ان انا بقيت بتكلم في الموضوع ده كتير، وعارفه ان انا طماعه، ولكن بجد من تقديري ليكم ومن حبي ليكم عايزه لكم الخير، وعايزه لكم انكم دايما تمشوا في الطريق ده. بتساعدوا ناس كتير قوي، وبتقفوا جنب ناس كتير قوي، وربنا عمره ما هيضيع ده ابدا. النهارده الحقيقه انا كان في موضوع اتكلمنا فيه كتير، وانا الحقيقه ما بقتش عارفه هل يعني نتكلم ولا نسكت بقى ونيأس. وبرضو حلقة عن السلوك اللي متهيألي جزء كبير قوي من تكوينه هي المخدرات. هي أول لقاء معانا دلوقتي مش عن المخدرات، هو لقاء ليه دعوة بالصح والغلط، وهو الصح والغلط بالنسبة للناس كلها نسبي جدا. بس هل الحل ان انا لما اختلف معاك في صح وغلط، حتى لو كان الموضوع بالنسبة لك مهم جدا، حتى لو انا كنت من دمك تقتلني؟ هل احنا بقت اللغة بيننا ان اي حاجة اقتلك، يا اما انا هتضايق منك وعايز اشوهك فاقتلك بان انا اقول عنك كلام وحش جدا، اقتل سمعتك واقتل شكلك، او ان انا اختلف معاك في حادثه عربيه ولا اروح فاتح شنطه العربيه وجايب كوريك ونازل اقتلك، او انك ما مشيتش على طوعي فاقتلك. بنت عايشه مع عمها، وجي واحد تقدم لها اترفض، هربت البنت وكلمت الولد وقعدت معاه في الشقة اللي المفروض كانوا هيتجوزوا فيها، ما لمسهاش، وكان هو في مكان وهي في مكان، ولكن هي كانت عايزة تعيش مع راجل بتحبه. غلطانة غلطانة انها مشيتش على طوع اهلها، لكن تتقتل؟ محصلش حاجة خالص بينها وبين الراجل، ما عملتش اي حاجة غلط، لكن لمجرد ان عيب انها تروح تقعد معاه في بيت واحد عشان طفشانة من تصرفات عمها يبقى تموت. تعال نسمع القصة مع بعض. انت ولا مسجل ولا مجرم صح؟ كان مسجل. ايه مسجل؟ ايه مسجل؟ جرم نفسي. انت بتقتل اصلا؟ لا. وليه نفس دي؟ مش نفس دي قتل؟ عياك مشاجرات عشان لقمة تعيش. ايه بس انا بقولك اول ما مسكت الصورة قوي عمها قلت لهم اكيد عنده سبب قوي. دي بنتي مش بنت اخوه. بنت اخوه؟ ايه يا بنتي؟ بنته؟ لا مش بنته. بيقول بنتي. هي اخويا سايبها لي عندها 3 سنين والتانية عندها 5 سنين. ايوه بنت اخوك يعني مش بنتك؟ لا بنتي، انا اللي مربيها. ايوه زي بنتك يعني؟ لا بنتي دي بنتي مش بنت اخويا. وقتلتها عشان ايه؟ عشان مشيت مع خطيبها؟ لا. عشان ايه؟ انا عندي عيالي ما بنزلهاش من باب الشقة. فهي نزلت؟ نزلت الساعة، وأنا بشتغل من الساعة 12 يعني بنزل الساعة 12 الصبح، يعني بنام الساعة 12 الصبح، بنزل 12 بالليل لغاية 12 الصبح، ده بالليل عشان أنا عندي كشك سجاير وحاجة ساقعة وبسكوت وكده قدام باب سوق الجملة. طبعا أنا قمت من النوم، عندي بنتي صاحية قالت لبابا أختي ليلى مش لاقياها. إزاي بنتي مش لاقياها في الشقة؟ قالت لبابا والله ما لاقياها في الشقة. وانا امال انت كنت فين؟ قالت لي روح خدي 3 جنيه من ماما، عشان امها كانت انا تعبان، وقفت مع اخوها في الكشك
مع ابننا، راحت وقفت في الكشك، ما راحت اخذت 3 جنيه تجيب لها مؤاخذه تخيط لها الجزمه بتاعتها، جت لقت 3 عبايات واقعين على السلم، دخلت اوضه النوم ما لقتش هدومها ولا لقت حاجه، لقيت 3 جوابات: انا بحبك يا بابا اشرف، وبحبك يا ماما، وبحبك اخواتي، ومش هلاقيكوا تاني هنا. مش هي مش كانت مخطوبه وانت موافق على الخطوبه دي؟ انا اللي موافق. اه وهتمشي معاه ليه بقى؟ ما وافقتش على الجواز؟ يعني حصل مشكله او حاجه؟ لا، هو كان عايز ياخدها في شقه في عبد القادر ويخلص. انا متفق معاهم على 3 سنين ان هو يجيب لها شقه في الحضره. طبعا هو لو ما كانش قادر يجيب شقه في الحضره، انا كده كده كنت هوافق بالشقه اللي في عبد القادر. طبعا انا مديله مهله. هو فهمه بقى ان انت هتعارض الجواز؟ انا مديله مهله، قلت ايه يبقى احسن، يعني يا ربنا يكرمه يجيب شقه تبقى جنبينا، عشان انا بحب عيالي، ما بحبش استغنى عنه كده يعني. وبعدين بعد ما مشيت لقيتها ازاي بقى؟ نزلت قمت ما لقيتهاش، قعدت بقى خدت بعض، نزلت زي المجنون، ورحت سالت امها في الكشك: بنتك فين؟ قالت لي انا سايباها معاك في البيت وانت نايم. انا سايباها في البيت ولسه مكلماني. اخدت بعض، جت ورا مني بتجري، اخدت بعض ورحت لواحد جار بنقعده عنده يعني جنة. المهم بحكي له، قال لي اتصلت باخواتي واتصلت بعمتها وكده، قالوا لي ما جاتش، كانت الساعه 3 بالليل، دماغي اتفتحت. اخدت بعض ورحت عند جنة الله يبارك له، هو وامه واخواته كلهم قعدوا معانا. المهم صاحبي دوت قال لي طب ما تشوفها عند خطيبها، قلت له لا انا محروج اروح على خطيبها، دي بنت طبعا هفضح نفسي، هروح اقول له ويقول له بنتي مشيت، ما جاتش في دماغي ان هي معاه. صاحبي اخد بعضه وراح نزل بص كده في الاوضه، هو عنده اوضه كده جنبينا، راح بص في الاوضه لقى 2 قاعدين فيها بيسال عليه، قالوا ده لسه جاله تليفون ومنش ايه من نص ساعه، في نفس الوقت اللي البت مشيت فيه بيتصل بيه، قال له انت فين؟ قال له انا في محرم بيه عند ابويا في بيتنا نايم، عنده شقه هو في محرم بيه بتاعت اهله، قال له نايم في شقتي. طبعا اخدت بعض انا بتصل بيه، اداني جرس 2 وبعد كده قفل التليفون. اخدت عربيتي، معايا عربيه دبابه، اخدتها ورحت لابوه بسال ابوه ابنك فين؟ قال لي مش نايم هنا. محروق برضه اقول لابوه بنتي عند مع ابنك ولا لا؟ محروق، انا ما ينفعش اقول له كلمه زي دي. امها معايا وصاحبي ومراته. اخدت بعضي امه، راحت امها قالت لي ما تسال ابوه كده على مفتاح شقه عبد القادر معاه. قلت له بقول لك يا عم انا مش لاقي بنتي، هي مفتاح بتاع الشقه بتاع عبد القادر مع ابنك؟ قال لي ايوه مع ابني. اتصل باخوه الكبير، باخوه بابنه التاني الكبير، عنده شقه تانيه هو في عبد القادر متجوز، بيسال عليه بيقول له هو اخوك جالك؟ قال له اه جالي. قال له البت معاه؟ قال لي اه. دماغي اتشغلت، انا خدت بعضه وقلت له لا، رحت جايب له مؤاخذه الجزمه لبستها له، قلت له لا بص رجلك تيجي تاخد بعضك وتيجي معايا، انا هحاول البت. خدت العربيه واخدته جنب مني، واخدت امها فوق في الصندوق، واخدت مرات صاحبي في الصندوق، واخدت صاحبي جنبي. خدت بعضه ورحت عبد القادر، هو عارف الشقه انا معرفهاش اول مره اروح. طبعا انا استخبيت جنب السلم وخليت ابوه يخبط على الباب، بيخبط على الباب ابوه فتح لابنه، ببص في جوه من دخله الباب لقيت صندل بيتي، عشان انا عارف هدومها وعارف صندله وعارف كل حاجه. اخدت بعضي ودخل. مش عايزك تقول تفاصيل، انا بس عايز اعرف حاجه، مش ممكن اتجوزه؟ لا ما اتجوزهاش. خطيبها هيتجوزها قصدي، مش ماشيه مع واحد يعني الصور دي ده فرح. أيوة. مخطوبين؟ ايوه ايوه مخطوبين يعني قصدي. أيوة. وهيتجوزوا؟ هيتجوزها، اخش الاقيها في اوضه نوم من غير ما بيوضبوا للشقه قصدي وكده. انا الشقه يوضبوها اللي هي بتاعت عبد القادر، علم انا وعلم امها وعلم اخواتها وعلم اهلها. لا قصدي اقول ان ممكن يكون هم خايفوا تكون انت متضايق من حكايه الشقه دي. ده من ستابي يعني، هو واحد ما يتجوز قررت تهرب وتتجوز؟ لا طب هو لو اتجوزها كان احسن، كنت انا كنت هضربها ليه؟ وانا قصدي انا اصلا اساسي مش قصدي ضربتها بايه؟ اه مش قصدك صح؟ ما انا ده اللي انا عايز اوصل له. انا وديتها المستشفى وجبت لها بن وحطيت لها بن على اساس ان هي مش هتموت. ضربتها بايه؟ بخشب. اه يعني مش مطوه ولا سكينه ولا كده؟ انا بأدبها
واحدة نزلت رحت لقيتها في أوضة نوم واحد، هستنى إيه؟ طب والخشب اللي على دماغها دي نزفت يعني على طول في ماتت في ساعتها ولا؟ على كتفها هي جت في دماغها وهي بتعمل كده، راحت جاية في دماغها الخشب، وأنا مش هقصد إن أنا أضربها بخشب أما أنا موتها. بس أنت كفاية إن أنت بتتكلم بحزن. أنا مش قصدي بقول لك أموتها، أنا بحب. أنت بتحبها قصدي؟ أنا بحبهم كلهم، دول عيال، أنا عندي 6 عيال ومش منقصهم حاجة. اتنين من أخوك وأربعة بتوعك؟ اه جايب، انا بحب اخويا، خلفت من مراته سميت على اسمه عشان انا بحبه. هو توفى؟ هو متوفى، اه سايبها لي، عندها 5 سنين الكبيره، انا متجوزها والتانيه عندها 3 سنين. ده قتل خطأ يعني. وانا قصدي مش لما موتها، انا بأدبها عشان ما تنزلش تاني من البيت وتعمل حكايه زي كده. يعني انا اخش اوضه نوم عليها نايمه في اوضه نوم لابسه استريتش ولابسه فالينا، بس هي مش قلعه، ما كانتش على عدومها. بس اقول لك ان ما تظنش يعني طبعا ده تصرف غلط، بس ما تظنش غلط يعني، انا قصدي في الاخر ازاي يعني ما تظنش غلط يعني؟ ازاي يعني؟ ده ازاي دم يجيبنا انا بنت في اوضه نوم انا ازاي؟ لا طبعا ليك حق كأب يعني ان انت تتضايق. طب ازاي يعني؟ وحتى هو لو متجوزه، حتى انا كنت سكت اما اختها متجوزه، طب ما عادي الجواز. لكن انت ما قصدتش تقتل. لا انا ما قتلهاش عشان انا بحبها. قتلها ليه؟ أنا لو قتلها وديها المستشفى. هي بقولك عندها كام سنة؟ عندها كام سنة؟ 16. اه لا بس صورها شكلها أكبر. هي 16 سنة، هي بقى فايقة. ادي طفلة يعني. أيوه، ما مديله 3 سنين ليه تكون كملت سن الجواز؟ تقعد مخطوبة 3 سنين يعني؟ أيوه، وقال اللي قالوا كده. ويجيلي كل جمعة ونبقى إحنا قاعدين مفيش خروج. انا قايل كده ما عنديش حد يخرج، ولما تخرج لازم امها تبقى معاها. عنده كام سنة؟ عنده بتاع 22 سنة. العيال يعني. هي كانت جاية بقى عشان ايه؟ عشان مثلا تهرب؟ عشان مثلا هو مش راضي على الجواز عشان الشقة والحاجات دي؟ لا هما كانوا بيعاملوها وحش وكده في البيت عشان هي ضايقين عليها. فهي كانت على طول تقول انا عايزة اروح اقعد عند عمتي وكده وبس. بعد كده لقيتها بتتصل بيا الوقت متأخر الساعة 12 بالليل، بتقول انا في الشارع وتعالى خدني دلوقتي. طبعا انا بحبها جدا، ورحت اول ما اتصلت بيا رحت على طول. هو لما دخل عليك حصل ايه؟ ولا حاجة حضرتك، انا رحنا الشقة وكانت هي الشقة صغيرة اوضة وصالة، فقلت لها ارتاحي انت في الاوضة جوه، فقلت لهم وانا انام في الصالة. لحد الصبح كنت اوديها عند اختها، ليها اختها ساكنة في عبد القادر جنب. هو دخل بقى افتكر ان في حاجة غلط. بس هي طبعا لابسه لبس، هو قال لابسه عادي ومفيش اي حاجه اصلا وبس. ف مشيت قالوا لها يلا بينا وكده، وقاموا واخدينها ونازلين. ضربها بالخشبه فين؟ في البيت عنده. ده بعد ما روح يعني؟ خدوها ومشي، وانا والدي خدني ومشينا روحنا. صحيت تاني يوم الصبح اللي حصل. بس انت ما خدتهاش غصب عنها ولا هي اللي جات لك؟ هي اللي اتصلت بيا. انت زعلان عليها طبعا دلوقتي؟ طبعا. يعني مستوعب فكرة انها ماتت؟ لا يرحمها. فكرة ان عم يقتل يعني بنت اخوه، هل البلاغ وصل لحضرتك ولا جات لحضرتك قضية وحضرتك بحثت فيها، ولا هو جه اعترف على طول، ولا ايه اللي حصل؟ لا اول حاجة جالنا بلاغ من المستشفى بوصول جثة، فعملنا انتحاريات سريعة، عرفنا ان اللي خلص عليها او اللي قتلها عمها وجوز امها في نفس الوقت. يعني هو جوز امها بعد ما والدها توفى هو اتجوز مامتها يعني. بس تكثفنا التحريات جامد عليها والحمد لله. لكن هو ما كانش موجود في المستشفى؟ لا 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 ما كانش موجود. ورحت قبضته عليه في البيت؟ كان لا في المنطقه هناك، ما كانش في البيت برضه. لكن ما كانش هربان؟ لا لا لا. واعترف على طول؟ اعترف. هل فعلا كان قتل خطا زي ما بيقول؟ لا هو ظروف اشرف ان هو كان اختها
يعني من شهر بالظبط قبل الوفاة عملت نفس القصة برضو، هربت مع خطيبها واجبروها بعد كده على الجواز. فطبعا يعني الشارع هناك كله عرف بيها، فلما جه حصل القصة دي تاني قالك بقى يعني شكلي هيبقى في الحتة كلها بقى. فتعمل بعنف، قعد يضربها من 3 لـ7. ده بيقول انا ما كنتش قاصد، ده انا جيت اضربها على كتفها جت على راسها. لا لا لا، من 3 لـ7 بيضربها فيها. يعني انت لما تشوفي التقرير الطبي بتاعها حضرتك لا كل حاجه اتعملت على دماغها وعلى ايديها وعلى بطنها وعلى كل حاجه. لكن مش زي ما بيقول ضربه واحده على كتفها جت على دماغها فماتت. لا لا لا، ده كان تعذيب من 3 لـ7. اه هو تعذيب وحلق وعمل شعرها برضو، اتقصلها شعرها و... يعني هو ضرب افضل الى موت. هي هتمشي تعذيب اكتر من ان ضرب افضل الموت. وكان باين طبعا اثار التعذيب على الجسم. اه طبعا، اه طبعا. 4 ساعات تعذيب. 4 ساعات. بشكر حضرتك. شكرا فيك. ان هو صح، لكن هل هو الضرب هو الحل؟ هل هو القتل هو الحل؟